وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدر الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر سابق النهار
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم لهما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم ما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا إن أنتم